خوتي المغاربة، السلام عليكم. اليوم 13 نوفمبر 2020، جمعة مباركة. الله يرحم جميع الأموات ديالنا ويشافي المرضى. الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ بلادنا من هذا الوباء. وتحية كبيرة بزاف عاد لكل أفراد القوات المسلحة الملكية. هذا هو الفيديو ديال هذا النهار. كتعرفوا معبر القرقرات، هادو أراضي مغربية اللي غادي حتى الحدود مع موريتانيا، ولكن في اطار هذا الملف ديال الصحراء المفبراك. المهم المغرب خلاها ولا تنازل عليها مؤقتا حتى تلقى حل مع هذه العصابه البوليزاريو، وكي خصوصا مع الجزائر. وهذا الحزام الامني راه غادي من القويره الشواطئ ديالها غادي حتى للشرق، غادي مع الجزائر وطالع شرق المغرب. عصابه البوليزاريو هذه واحد 3 اسابيع جاو دخلوا لهذا المعبر، هذا سدوه، حبسوا الطريق بين المغرب وموريتانيا. واحد العدد ديال المغاربه بقاو عالقين في موريتانيا، حاصلين كاميوناتهم، حاصلين وكل السلعه حاصله. الناس تكبدوا خسائر كبيره بزاف. عاد تصور في هذه الظرفيه هذه وحصل لك الرموك ديالك تما 3 سيمانات، وعندك الطريطات وعندك الشيفور، كي غادي دير لهذه الحاله هذه؟ وهنا في المغرب حصلوا واحد العدد ديال الموريتانيين بالكاميونات ديالهم بالسلعه ديالهم. ما كندويش على المسافرين، ما كندويش على العائلات اللي كاين المغاربه ساكنين هنا ولا ساكنين في موريتانيا والعكس، موريتانيين ساكنين هنا. المهم جات داك العصابه وحبست الطريق، هذه الاولى. الثانيه واحد القدرون كاين تما اللي غادي حتى لموريتانيا، الجيش المغربي اللي كان صوبه جاو هما دابا بداو كيحفروه كله، كيهرسوا فيه وكيقلعوا في داك القدرون، عمل تخريبي. المغرب سال كل شيء المساعي الدبلوماسيه، عيا ما يتصل بهذا. هاد الناس هادو ما حشموش، هاد الناس حتى من المينورسو. شوفوا هاد الفيديو ديال المينورسو على المغرب باش تعرف معنا متواطئ معاه. من امام ثغرة القرقرات غير شرعيه. كده محمد شفتوا كيتطاولوا على الامميين، يعني القوات الامميه ديال المينورسو كيستفزوهم، كيستفزوا الامم المتحده. هاد العصابه هادو غاديين في واحد الطريق انتحاريه. علاش؟ لان احنا عندنا جيش نظامي، جيش قوي، جيش مجهز. اشنو غادي يديروا معاه؟ واحد الشير ديما بالكلاكيطات ولا شنو غيديروا؟ حتى داك الاس 300 اللي كيتكلموا عليه، سول اير الميسيل اللي عندهم، سيدي كاع ما احنا غادي نستعملوا كاع الطائرات، ولكن غير الجيش ديالنا قادر عليهم وقادر يفوتهم ليه. وهذاك الشيء علاش اليوم كنا مع القوات المسلحه الملكيه. هذا قرار شجاع، انا كنت كنتسناه من شحال هادي. وكاينه واحد الحاجه فلتت بزاف الناس، وهو في الخطاب الملكي راه كلشي ما دواش غير على القرقرات، دوا على الاراضي الشرقيه اللي اغتصبت من طرف البوليزاريو من الاول ديال 2000. داو نتفاريتي، داو ميجك، داو اغونيت، داو بزاف امكالا، المهم داو بزاف ديال الاراضي. وكيقول لك هذه الاراضي المحرره والمغرب بقى مربع يدو، راه غير غادي تساليو قرقرات دايزين للجهه الاخرى القوات المسلحه الملكيه. بالنسبه للجيش ديالنا اليوم دخل جوج ديال لي كولون اللي دخلوا القرقرات، وغادي يامنوا الطريق، ما غادي يستفزوهم، ما غيستفزو الجيش المغربي، ما غيستفز حتى واحد، ما غادي يستعمل السلاح، ما غادي يدير حتى حاجه، غادي في واحد العمليه شرعيه وهو تامين الطريق بين المغرب وموريتانيا، والمواطنين يقدروا يمشيو ويجيو بكل حريه، حتى شي واحد ما يدوي معاهم في امن وامان. ولكن الى شي واحد استفزهم القوات المسلحه الملكيه من العصابه ديال البوليزاريو، المغرب ولا الجيش المغربي عنده التعليمات باش يتيري، باش يستعمل السلاح دفاعا عن نفسه.
دونك هاد الموضوع حسمناه. دابا الجهه الاخرى الجهه الشرقيه حتى هي راه القوات المسلحه الملكيه حسب معلومات اللي موفره حتى هما راه غادي يزيدوا لقدام باش الاسترجاع كلشي دوك الاراضي اللي اغتصبت من اراضي المغرب. دابا غادي نرجعوا للتاريخ، كتعرفوا بان تندوف مغربيه، اراضي شرقيه شاسعه سمح فيها المغرب غير تفاديا لذاك الاحتكاك مع الجزائر، ولكن الجزائر ما حشماتش، قلنا غادي يمشي بوتفليقه، مشى بومدين، مشى كلشي، والنظام الجزائري غادي يرجع الله وغادي يحسن الجوار مع المغرب وغادي يدير مبادرات كلشي. جا هذا الرئيس الجزائري ما نقدرش نذكر سميتو اسمحوا لي، جا هذا الرئيس الجزائري جا كمل على داكشي الاخرين. هنا كيبين بان المؤسسه العسكريه هي اللي كتسير هاد البلاد. خوتنا في الجزائر كلهم كيرحبوا، ما باغيين صداع، ما هما براسهم كيندوا بهذا البوليزاريو اللي سمم العلاقات بين الشعب المغربي والشعب الجزائري. الاولى الغريب في الامر وهو هاد القيادات ديال العسكر الجزائري اللي كتسير الجزائر، وقت ما شي واحد فيهم طاح يعني في الكراد ولا جراو عليه ولا هرب ولا شنو بغى يدير، كيجي يستقر في المغرب وكيجي يستثمر في المغرب. بلا ما نذكر السميات، راه الدوله ديالنا كاينين اراضي شاسعه في مراكش، اراضي شاسعه في الغرب، شراو استثمروا في الفلاحه، استثمروا في العقار، ها هما في الدار البيضاء، ها هما في الرباط، ها هما الفيلات، القصور، بزاف ديال الحوايج. وهذا هو الشيء ما بغاش يتفهم ليا خلال سنوات النضال ديالي في الصحراء، ملي كيكون في لو بوفوار راه هو ضد المغرب، غير كيحيد من البوفوار كيجي يجري للمغرب وكيجيب المليارات ديالو وكيستثمر. وكاين جنرال هو معانا هنايا وليداتو وكلشي راهما كاينين في المغرب، ما كندويش على جنرالات اخرين وعلى ناس نافذين في الجزائر اللي كلهم مستثمرين في بلادنا. المهم المغزى من هذا الشيء، شخصيا كندعو كل شيء الشعب المغربي، كنا ندعيو مع القوات المسلحه الملكيه المغربيه ديالنا، كنا رحنا معاهم قلبا وقالبا واش ما بغاونا. المهم وبلادنا هذا قرار شجاع وما خصناش نتراجعوا اللور، خصنا نساو خلافاتنا الداخليه غير واحد المده قصيره حتى هذا المشكل يتحل. ملي كنقول نساو خلافاتنا الداخليه راه ما كندويش على الشان المحلي ولا الشان تسيير المدن ولا الحكومه ولا هذاك الشيء، راه ما نلقاوش السبه ونمسحوا كل شيء، لا رحنا في حاله تاهب ولا في حاله حرب، هذاك الشيء هضره خاويه، لان شحال من واحد غادي يبغي يسلت منها ويركب كل شيء في الحرب ولا ما عرفت شنو، راه حنا غندخلوا ولا ما نديروش ولا صبروا. لا، الامور التسيير ديال البلاد الداخلي والشان المحلي ما غاديش نتنازلوا عليه، وغادي نبقاو نتقاتلوا عليه كل واحد وخدمته، وما كاينش شي واحد فاشل يمسح الفشل ديالو في الحاله ديال البلاد مع الجزائر ولا مع هذه ولا هذه الظرفيه العسكريه ولا هذه الهضره، كلها هضره خاويه وما مقبولاش. الجيش حنا معاه، الجيش غادي يدير خدمته، القرارات الشجاعه اللي كيتاخذها القائد الاعلى للقوات المسلحه الملكيه جلاله الملك راه ما كيتاخذهاش غير هكا فاق من الصباح من النعاس وقال، لا، الا وعنده تقارير، تقارير ديال دول، تقارير داخليه، دونك عارف اش كيدير. هذاك الشيء علاش تبارك الله عليكم وغادي نبقاو متفائلين وغادي نبقاو يدنا في يد كنا المغاربه متحدين وراء القوات المسلحه الملكيه حتى استرجاع كل شيء الاراضي المغتصبه، وراه من هنا غادي تبدا نهايه هذا الملف هذا. كبر هاد الصغار وان شاء الله راه ما غادي يكون غير خير، وغادي نبقاو متفائلين. نختمها عاوتاني بتحياتي الكبيره المفخره ديال البلاد لهاد الناس ديال القوات المسلحه الملكيه، راكم عزاز، راكم في قلبنا، رحنا معكم، والله يحفظنا ويحفظكم، وان شاء الله كبروها وغادي تصغر. وهذاك الشيء علاش هذه بدايه نهايه ملف الصحراء ان شاء الله، وتبارك الله عليكم.